أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة. يأتي ذلك بعد أن أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعارض جميع الحلول بشأن حل الدولتين، بينما طالب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل طالب بفرض حل الدولتين على إسرائيل إذا لزم الأمر. موجة عارمة من الاعتراض على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافضة لإقامة دولة فلسطينية في إطار أي سيناريو لما بعد الحرب، لكن الدفاع عن نتنياهو هذه المرة لم يأتي من تل أبيب بل من واشنطن، إذ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يعارض جميع حلول الدولتين، مشيرا إلى مقترح إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وهو ما أفادت وسائل إعلام أمريكية بمناقشة بين بايدن ونتنياهو. في الولايات المتحدة أيضاً الداعمة الكبرى لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، طلب 60 نائباً ديمقراطياً في مجلس النواب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن تأكيد معارضة التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، وأعربوا عن قلقهم من الخطابات المتطرفة الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين. بدوره اتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً صارماً، إذ طالب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيف بوريل بفرض حل الدولتين على إسرائيل إذا لزم الأمر، مشيراً إلى أنه بخلاف ذلك فإن دوامة الكراهية سوف تستمر بين الجانبين جيلاً بعد جيل. في السياق ذاته أكد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر أن الدولة الفلسطينية حق للفلسطينيين، معرباً عن رفضه لتصريحات نتنياهو. وفي ظل استمرار حكومة الاحتلال في سياساتها للتضييق على الفلسطينيين في شتى المجالات، أفادت وسائل إعلام بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس مقترحاً بشأن تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية عبر طرف ثالث، ربما يكون الولايات المتحدة أو النرويج. وعلى صعيد الوضع في قطاع غزة، تواصل إسرائيل سياساتها التي تورطها بشكل أكبر في جرائم ليس فقط بحق الفلسطينيين بل بحق محتجزيها أيضاً. وفي تأكيد على الأمر، شدد رئيس أركان جيش الاحتلال السابق عضو مجلس الحرب جادي إيزنكوت على استحالة إعادة المحتجزين أحياء في المستقبل القريب دون اتفاق، وأن التصريحات بشأن إعادتهم أحياء لا تعدو كونها مجرد أكاذيب.